هذا سائل يقول: هناك داعية في بلدنا خارج هذه البلاد يقول: الآن يوجد سلفية جديدة، ويطلق على هذا المسمى على من يتمسك بالكتاب والسنة وآثار السلف، ويقصد في ذلك مشايخ السعودية. يقول: كيف نرد على ذلك؟ سلفية هذه ما هي جديدة، هذه سلفية متبعة على آثار السلف، ما هي جديدة محدثة. نعم، هذا كلام لا معنى له. نعم.